عمر رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة. احنا الان في السعيدية في اطار المرحلة الاخيرة ديال البرنامج اللي سطرناه في اطار الذكرى العاشرة ديال مأساة راخيل، اللي هي واحد المأساة اللي وقعت في 2014 واليوم 2024. 2014 تم الاطلاق الرصاص على مجموعة من المهاجرين يحاولون الوصول الى السدة المحتلة سباحة. وبالتالي في هذه المناسبة هذه استغليناها هذه السنة من اجل تسليط الضوء على الملف ديال المحتجزين والمفقودين في الجزائر، وخاصة المحتجزين. إذن كما شاهدتم البارح وكنتم معنا البارح مشكورين، البارح كانت ندوة صحفية والتصريح الصحفي اللي قلينا به على مجموعة ديال المعطيات حول الوضعية ديال مجموعة ديال الشباب ديالنا اللي هما المئات المحتجزين في الجزائر، واللي سلطنا عليهم الضوء حول الوضعية ديالهم في الاحتجاز وأيضا في السجون، وأنهم يتم محاكمتهم في ظروف صعبة، في غياب محامين، في غياب بعض الأحيان محامين، في بعض الأحيان التغذية في السجون سيئة، أيضا الاستحمام إلى ذلك. يعني ذكرنا بهذه المسائل هذه اللي كاينة في التصريح الصحفي. وأيضا هذه المناسبة هذه باش نذكروا بالملف ديال المفقودين في الجزائر، وايضا باش نذكروا بالملف ديال المحتجزين بشكل كبير سواء في ليبيا او لا في تونس او لا في مدن اخرى او في دول اخرى. وايضا الوقوف ايضا دقيقه صمت وايضا الترحم على جميع الذين فقدوا ارواحهم في المتوسط والاطلس. اذن هذه واحد المناسبه للتحسيس ديال العائلات، وايضا لتحسيس العائلات. البارح كنا درنا ذاك اللقاء مع العائلات على اساس انه نوعيهم ونحسهم بالمخاطر ديال المافيات التي تتربص بهم، هذه المافيات ديال التهجير ومافيات الاتجار بمأساتهم من انهم تعطيهم اخبار زائفه مقابل تحويلات ماليه. بالتالي كان عندنا هذه المناسبه، هذه هي مناسبه متعدده الاهداف. وبطبيعه الحال نشكر الصحافه، نشكر الناس اللي يتابعونا، وايضا نذكر بان هذا اليوم هذا ماشي غير في وجده وانما والسعوديه، وانما هي لحد الان في 175 مدينه عبر اسيا وافريقيا واوروبا وامريكا اللاتينيه وشمال امريكا. Je m'appelle monsieur Omar Mukoko Mumu, je viens de la République démocratique du Congo RDC. Mais tout d'abord, avant de passer ma parole, je vais remercier d'abord le roi Mohamed VI. Et puis je remercie encore Allah des faits que nous nous sommes retrouvés ici au jour d'aujourd'hui. Et puis je remercie encore le peuple marocain de tout ce qu'il fait pour nous, les subsahariens, les migrants. Donc aujourd'hui, c'est le jour de conversion des migrants qui ont perdu leur vie dans l'eau. Et moi aussi, je suis parmi les migrants là. Et puis vraiment, les Marocains, ils font beaucoup pour nous, les migrants ici. Et c'est le seul pays vraiment qui s'en occupe très très bien de nous, les migrants ici. Et puis à la mémoire de tous ces nos frères, soit marocains ou subsahariens, qui sont décédés à l'eau, paix à leur âme, paix à leur âme. Allah nous garde. Alhamdulillah. Alhamdulillah.